السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى. نوصل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، اتفضل. الله يبارك في عمرك يا شيخنا. السؤال يقول: أنا أعمل في شركة، والشركة أرباحها يعني أجري من أرباحها، وأرباحها من فوائد الربا في البنوك، من الفوائد البنكية يعني. عفوا، الشركة ماذا؟ أعمل في شركة، والشركة تعطيني الأجر من الفوائد البنكية. ماذا يعمل في الشركة؟ أعمل فرد أمن يعني. ليس عليك إثم أنت. نعم. ليس عليك إثم. ليس علي إثم. الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز. اتفضل. جاء من قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. رضي الله عنه: خلق الله البيت قبل الأرض بألفي سنة، وكان إذا كان عرشه على الماء زبدة بيضاء، وكانت الأرض. عفوا، هذا من الإسرائيليات لو ثبت عن ابن عمرو، لأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مشهور برواية الإسرائيليات، وذلك لأنه وجد زاملتين من زوامل أهل الكتاب فصار يحدث بما فيهما، فلذلك يتقي العلماء كثيرا من مرويات عبد الله بن عمرو في الأمور الغيبية على وجه الخصوص. في الغالب أنها من الإسرائيليات لو ثبتت عن ابن عمرو. الله يسلمك. الله يكرمك. السلام عليكم. أحمد حميد. الله يبارك. يا مرحبا وأهلا وسهلا. كيف حالك يا أبو عبد الله؟ الله يبارك فيك يا شيخ حمدي. لله ما أخذ وله ما أعطى. الله يبارك فيك. الله يعافينا ويرحمنا وإياك برحمته الواسعة، وموتانا وموتاكم وموتى المسلمين يا رب. بارك الله فيك ولوالدينا ووالديكم بمثل، والسامعين والسامعات يا رب. تفضل. شكرا. رضا حراز، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا كان عندي سؤال يا شيخنا، هو في صلاة المغرب لو أنا أدركت الركعة الثالثة وفي التشهد الأخير بقى اللي هو التشهد الثاني، هقرأ التشهد الثاني هو بالصلاة الإبراهيمية، ولا أقرأ التشهد الأول بعد؟ ما في مشكلة في أي حاجة، ما في مشكلة في أي شيء، عادي تمام. عادي. معلش كان عندي سؤال ثاني. تفضل. في زيارة القبر وكده، يعني الميت بيحس بينا، ومن أدب زيارة القبر إيه؟
جزء قراءة احنا بنروح القبر عشان احنا مثلا نتدبر اللي احنا هنزور اللي احنا نيجي للمكان ده، بس ولا ركز عشان ركز في الأسئلة شوي، ركز في الأسئلة. هل يشعر بنا الميت أثناء زيارته؟ صبرا واحنا بس يا حبيبي، بس واحدة واحدة، يعني سأنسى القول الأول. هل يشعر بنا الميت أثناء زيارته؟ الظاهر أن لا، إلا قيد الوفاة عند الدفن وردت بعض النصوص تشعر بشيء من ذلك. قال عبد الله بن عمرو: إذا أنا مت فامكث عند قبري. قال عمرو بن العاص، عفوا، هو نفسه: إذا أنا مت فامكث عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. ده موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص. وإذا تولى مات الميت وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. وثالثا: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أبا جهل بن هشام، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: أتخاطب جيفا يا رسول الله؟ قال: الذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هذه عقيب الوفاة. أما بعد، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال الله له، عفوا، قال الله في كتابه: كنت عليهم شهيدا، أو رسول الله عيسى: كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. شكرا. تمام. طب هو احنا بنروح يا شيخنا عشان نتدبر اللي احنا نكون في المكان ده، والله ولا في علشان ان احنا نؤنس وحدتهم ونقرأ لهم قرآن قال كده رسول يعني. الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ألو، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ففيها تذكير بالآخرة وفيها دعاء للأموات. شكرا يا عبد الرحمن. هي اثنين بس، سمعتين ولا ثلاثة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، ازي حضرتك؟ الحمد لله. معلش شيخ، سؤال بعد اذنك. اتفضل. هو هل ليله الاسراء والمعراج اليوم ولا في شهر رجب ولا لا؟ لم يرد شيء بسند صحيح في تعيينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان الاسراء وقد كان المعراج، لكن متى بالضبط لم يثبت في ذلك تاريخ معين، الا انها في العهد المكي، لقول الله تعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا كان عندي سؤال. أنا خطيبي شغال في شركة برمجة، مهندس برمجة. الشركة دي لها عملاء كتير زي شركات أجهزة كهربائية وكده، بس من ضمن عملاء الشركة ديت بنك. بيشتغلوا بيعملوا موبايل أبليكيشن للبنك دوت. فهما في الشركة كانوا عرضوا على خطيبي ان هو يشتغل، يعني هيعمل حاجة في الابليكيشن للبنك ده، بس هو رفض. سؤالي: هل المرتب اللي هو بياخده هيبقى فيه جزء من فلوس البنك ده حتى لو نسبة بسيطة، عشان هما عملاء كتير وده البنك ده عميل واحد من ضمن باقي العملاء؟ هل المرتب البنك عميل البنك عميل إيه؟ البنك عميل من العملاء، من العملاء. وإضافة إلى ذلك، الجزء الربوي جزء من أعمال البنك، البنك له أعمال أخر. عمل برمجة له بهذه الطريقة، عمل برمجة له هو جزء من يعني البنك كله جزء من العمل، ممكن يتصدق بصدقة خفيفة. بارك الله فيك، استمر في عملها.
شكرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير من فضل الله. يا رب يا رب دائما، الله يبارك في عمرك. عذرا، أنا كان لي طلب عند نجار. طيب. اتفقنا على مقاس معين. ماشي. وحاسبني عليه 9 متر ليكن. أيوه. ثم بعد ذلك يعني أرسلني إلى منجد صديقه هو. أيوه. فلما رحت المنجد طلع المقاس، كلمته في الاول قال قلت له المقاس قد ايه؟ قال لي 9 متر زي ما قال النجار. ثم بعد ذلك في النهايه لما جيت احاسبه قال 11 متر الا ربع. فقلت ازاي كده؟ فالنجار راح يشهد زور، قال انا عندي 75 سنتي تركتهم لاجلك. فلما حسبت على كلام النجار من غير تخوين، وبعد كده جيت ان انا اقيس لما وصلت البيت عندي، لقيت ان هو ما كانش سايب حاجه، والمقاس فعلا 9 متر فقط، والنجار له عندي فلوس. فكيف التصرف دلوقتي يا شيخنا؟ اريد منك توجيه، لا عشان ان انا لا اخسر النجار ولا اخسر اي حاجه. انا بقول دلوقتي ان انا اجيبه ونخليه في قعده او حاجه زي كده، يعني توجيه فضيلتك يعني، جزاك الله خير. توجيه، الله يبارك فيك. ندخل ناسا من اهل المهنه والاختصاص كحكام بينكم. تمام، يعني انا دلوقتي لم اظلم النجار لما اوقف الفلوس لحد ما اعرف حقي وحقه، صح؟ يعني يعطيها الجزء الحد الادنى، الحد الادنى 9 امتار. تمام، اعطيه الفلوس على الحد الادنى، والمتران اللي ربع المختلف فيهما تاتون باحد من اهل المهنه والاختصاص يقضي بينكما. تمام، هو النجار اللي له عندي فلوس، وهو اللي كان شاهد زور فهو اللي وقعني فيهم. انا ممسك الفلوس ديت لحد ما اعرف دلوقتي حقي فين، لان التاني صاحبه انا لا اعلمه. تمام، ولا انا ظلمه كده؟ ما هو اتفقنا على ماذا؟ تعطيه 9 امتار حد الادنى، والمثلنا ربع، دخل ناس من اهل الاختصاص يقضوا بينكما. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. نعم. شيخ من فضلك عندي سؤالين. اتفضلي. زكاة المال على يعني لو مثلا على الألف كام؟ لو مبلغ عدى 200 ألف على الألف كام؟ 25. على الألف 25؟ نعم. طب مش حكم قضاء صلاة الفجر؟ يعني مثلا أنا دلوقتي لا قدر الله فاتني صلاة الفجر، هل أقضيها بسرعة قبل ما يبدأ الظهر، ولا سواء الظهر أو بعد الظهر هتبقى؟ لا، أول ما تستيقظي. إيه؟ أول ما تستيقظي. شكرا يا حمد. أول ما استيقظ. شكرا جدا، ربنا يبارك فيك. اتفضل. خلاص؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. يا رب دايما في أحسن حال. لو سمحت دلوقتي أنا مختلف، يعني أنا عايز أقترض مبلغ لمساعدة إخواتي في سوريا يعني. تمام؟ فوالدتي بتقول يا ابني يعني على يعني على قدك طلعه. بقول لها يعني لا، دي حاله طارئه وممكن هم اولى مني، انا الحمد لله صحتي كويسه وعايش في بيت وامن في بيتي، فخلاص يعني ممكن اقترب مبلغ برضه يسير يعني، بحيث ان انا ايه اشارك في المساعده يعني. فما راي حضرتك في ال لا تقترض. تمام، لانك اذا مت ستسال عن الدين. يعني لا اقترض واصدق وتصدق. ايه، معك شيء تتصدق تصدق بجزء امسك جزءا. طب سؤال تاني معلش حضرتك، يعني هل حضرتك متاح غدا ان انا يعني اقابل حضرتك بكره؟ في مين السمنود يعني عندنا في البلد؟ في مين السمنود؟ في صلاة الظهر ان شاء الله، قبل سريعة لان على سفر ان شاء الله. على صلاة الظهر ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. خلاص ان شاء الله. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا الحبيب، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. اسمح لي بصحة حديثين بإذنك. تفضل. بسم الله. الحديث الأول: لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم. لا يثبت هذا الخبر. الحديث الثاني: من أكل. بارك الله فيك يا أبا حذيفة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ
بقول لك اختي متقدم لها واحد، فالناس بيقولوا محترم وكده وحلو، لكن هو بيشرب سجاير وبطل من مدة. وإيه؟ يعني عرفت اللي هو بيشرب سجاير وبطل من مدة، هو قال لها يعني بطل من مدة. فهي المدة دي كم؟ راس الموضوع. المدة كم؟ ها؟ المدة كم؟ 6 شهور ومتحيرة جامد عشان هي بتكره السجاير أوي. طيب يعني المنظومة كاملة، يعني ده يعني عمله حلال، حافظ على الصلوات في الجماعة، يعني مستقيم، المنظومة منظومة كاملة يعني. المسألة هو بيقول له محترم وكل ويعني وعجبها يعني شوية. المسألة عن دينه الأول، هل دينه طيب؟ خلقه طيب؟ عايز كان يذنب وتاب من 6 أشهر، الحمد لله. فهي خايفة لو رجع بعد كده للسجاير وبتحيره في والله ما يعني، يعني كل الأشياء طيبة إلا أنه كان يدخن وانقطع عن التدخين توبة وأوبة إلى الله منذ 6 أشهر. إذا كان يعني ذلك وهي قالت له أنا عايز بعد مثلا في السجاير، قال لها أنا ما أقدرش أوعدك عشان أنا مش قد الوعد ده. طيب أبغى النظر في كفاءة أختك. يعني إيه؟ يعني إذا كانت أختك دينة قوية ومش راضي يوعدها، ممكن يكون بيدخن. هو قال لها وهو صريح، قال لها بصراحة، وقال لها أنا ما أقدرش أوعدك عشان ممكن ممكن أدخن. مش لا مش عشان ممكن أدخن، عشان مش قده يعني، مش قد الوعد. مش قد الوعد يعني، ممكن أدخن. على الأم إذا كان كل الصفات طيبة إلا أنه امتنع عن التدخين من 6 أشهر فيقبل، لكن عموما احنا في الوعد، حتى في الوعد نقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، هو في واحدة مسيحية نصرانية، ما في حاجة اسمها مسيحية، تمام، نصرانية وأهلها نصارى، تمام، وهي حابة تأسلم. طيب مش عايزة تقول لها، مش عايزة تقول لأهلها، تعمل ايه؟ عادي تأسلم وتبقى عايشة معاهم كده من غير ما تصلي ولا حاجة؟ متزوجة؟ ايه؟ متزوجة؟ لا. ايه؟ لا. وانت متزوج؟ لا. طب ما تتزوجها نخلص. ازاي؟ يجوز تتزوجها وهي نصرانية. واهلها؟ زوجها رسمي. رسميا يجوز تتزوجها رسميا، الله سبحانه وشرعيا. الله يقول في كتابه الكريم: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم. أهلها ممكن ما يوافقوش. ها؟ أهلها ممكن ما يوافقوش. كم عمرها؟ إيش؟ كم عمرها؟ كم سنها؟ سنها كم سنة؟ سنها يعني 20 كده ولا حاجة. شوف الحكومة تزوجك إن شاء الله. حل أمثل يعني. لكن من الآن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتأتي من الإسلام بالقدر الذي تستطيعه. إلى أن يسر الله لها زوجا صالحا. شكرا. زينب إبراهيم تقول ليس السجائر فقط، خلاص اتركي يا زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله في عمرك يا شيخ. وفي عمرك بارك الله. ربنا يديك الصحة. نشهد الله إن أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ادعوا لي ولأولادي ولزوجي يا شيخ، بارك الله فيكم. الله يبارك فيك في أولادك وزوجك وفينا والمسلمين والمسلمات والسامعين والسامعات يا رب. أمين أمين. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الله يكرمك. كنت عايز أقرأ بس على حضرتك في القرآن كده. والله يعني درس فتاوى، فيقرأ 3 آيات. الله يكرمك. نعم اقرأ 3 آيات لأن المقام مقام فتاوى. حاضر حاضر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. بعد إذنك يا شيخ مصطفى. شيخ مصطفى. نعم يا حبيبي. بعد إذنك بس يعني إيه؟ كان في واحد صاحبي كان من كتر الكلام على حضرتك يعني والله أنا حببتك في الله بسبب كلام هذا الشاب الصالح والله. الله يخليك. حضرتك بس وكان جاي لي اللي أنت كان عايز من حضرتك تدعي له بس. الله يوفقك ووفقه يا رب ويوفقنا وإياكم والسامعين والسامعات جميعا يا رب. آمين يا رب. الله يجمعنا وإياكم يا رب على الخير. جزاك الله خيرا يا شيخ مصطفى. وإياكم وإياكم في حفظ الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم تفضل. كلامكم صحيح. نعم. في سؤال لحضرتك يعني لو في جنازة السيدة في الغسل مثلا ينفع شهر؟ نعم نعم. غسل السيدة. السنة والله يا أخي. ماذا قلت الله يحفظك؟ غسل سيدة يعني غسل سيدة غسل امرأة من النساء. نعم ينفع تتحلق الشعر؟ لا ينفع. ايه تحلق الشعر؟ تحلق الشعر اه شعر الرأس يعني ولا ايه؟ لا يقول لا لا تحلق شعر الميتة لأن النبي عليه السلام أمر أن تجعل ضفائرها ثلاثة قروء. نعم لا يحلق شعر الميت عند الغسل. لكن هل يحلق شعر العانة إذا فحش؟ ما ورد أيضا والله أعلم يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. فمعلش عاوزني ثلاث أسئلة سريعة إن شاء الله. عليك السلام. أنا مثلا لو خبطت حد مثلا بالعربية خبطت عربية حد مثلا فقال لي مسامحك. فالمسامحه دي تعني ان هو عفى عني في الحقوق الماديه كلها. نعم 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 عفى مسامحه. مسامحه مطلقه صح؟ ايوه. والله شيخنا ثاني حاجه معلش يا شيخنا مثلا بعمل بالتجاره ساعات بيكون في اخطاء سهوه او حاجه كده فبطلب من الموردين بتوعي بقول لهم سامحني ان كان في حاجه خطا او حق او ليك حق عندي. هل برضك كده مطلقه برضك ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. معلش يا شيخ ثالث سؤال معلش. طب انا مثلا خوفا من يحصل خطا عندي مستقبلا ان في تقصير او اهمال او حاجه تحصل خطا في شغلي فهوزع ورقه على كل الموردين هقول لهم ان الصيدليه غير مسؤوله عن اي حاجه تيجي زياده. هل ديت حكمها انني معفو عنها ان شاء الله؟ لا يا كريم لا عفوا هب انه تبين لك انه دخل صيدليات. لا هرجعها له هرجعها له. قل يعني لكن لو لو حصل تقصير او خطا او اهمال مش مشكله مش مشكله. الاهمال والتقصير والخطا ما فيش مشكله ان شاء الله يعني لكن معفو عنه ان شاء الله. انا تبين لي ان شيء دخل علي وهو ليس لي يلزمني ان ارد هذا الشيء. حصل خطا وما تردش اهمال مني او تقصير او حاجه كده فانا بستبرأ منهم حاليا في اللي حصل. مش مشكله ان شاء الله ربنا يبارك. انا قصدي الورقه اللي عاملها دي هل هي مسوغ ليها ان شاء الله لو حصل اهمال او تقصير؟ ان شاء الله. ان شاء الله. جزاك الله خيرا شكرا شكرا شكرا. هل يجوز أن أسمع كلام أمي في الذهاب لفرح بانتقالتي علما أن به أغاني واختلاط؟ لا تسمع كلام أمك في المنكر. صلة الأرحام لا تكون على حساب الدين. لا تذهب إلى فرح بانتقالتك إذا كان فيه اختلاط وموسيقى ومزيكا. حديث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله الحمد لله بخير. ممكن سؤال؟
تفضل. اخدت كارد من اخ لي يعني، واخدته عن مثلا وليكن 100,000 جنيه. تفضل. فهو قال لي عشان تاخده مثلا انا هتصرف لك فيه وهديه لك، بس هتاخده بسعر الدولار وترجعه بسعر الدولار. يعني مثلا من 100,000 بيعادله مثلا وليكن 3,000 وشوية دولار. اسمع اسمع اسمع، اذا استلمت منه دولار ستلزم برده دولار. اذا استلمت منه جنيه تلزم برده جنيه. ده التأصيل. عند السداد قد تتغير وجهتكما معا، فاذا تراضيتما عند السداد ان يسدد المبلغ بالدولار او بالجنيه عند السداد برضاكما لا بأس، لكن باختلافكما القول على ما ذكرته لك. شكرا. يحيى عبد الحليم وفقك الله، حمدي بن مصطفى سلامك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازيك يا شيخ، كيف حالك؟ طيب ولله الحمد. موضوع تفسير الأحلام ده يعني في حد نصد فيه أو ينفع أو ما ينفعش أو حلال أو حرام؟ لا، في بلا شك أن فيه تفصيل. يعني أولا ليست كل الرؤى التي ترى في المنام تفسر. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام ورد عنه أنه بيّن أن الرؤى منها أضغاث أحلام، كما جاء رجل نري فقال يا رسول الله رأيت كأن رأسي قطع ويتدحرج من جبل، قال لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. وفي رؤى من الشيطان تخويف، تحزين من الشيطان، في رؤى صالحة من الله مبشرات أو محذرات. فيلزم أن يكون المعبر رجل دين وفاهم أصول الشريعة إلى حد ما وعنده خبرة بالشخص نفسه. فإن الرؤية أحيانا تعبر على بناء على معرفتنا بحال الشخص، كما يذكرون على سبيل المثال في المذكور يعني عن ابن سيرين وإن لم يكن السند إليه مطمئن، أنه قال لأحد رأيتني أؤذن، قال ستحج، قال الآخر قال رأيتني أؤذن، قال ستسرق. أذن مؤذن بينهم إنكم لسارق، فأذن مؤذن بينهم إنكم لسارقون، فأذن مؤذن عفوا أيتها العير إنكم لسارقون، والثاني فأذن مؤذن عفوا أؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وجاء واحد يلطم، واحدة تقول رأيت أني ألطم خدي، فقال رجل ستصابين بمصيبة، وقال الآخر هل أنت متزوجة؟ قالت نعم. قال أنجبتي؟ قالت لا. قال إن شاء الله ترزقي بولد. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. يعني بعض الأشياء كهذه يعني. تمام. فإن شاء الله. خير مولانا. إيه؟ جزاكم الله خيرا. وإياك الله يستر عليك. نفع الله بكم. وإياك وإياكم. للعلم حديث الرؤية على رجل طائر ما لم تفسر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت لا صح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم محمد من المغرب شيخنا الكريم. تفضل يا محمد. وياك يا ريهام. يا شيخنا أريد أن أسألك عن صحة الحديث اقرأ قل يا أيها الكافرون قبل منامك فإنها بركة براءة من الشرك. ما صحة الحديث؟ جزاك الله خيرا. براءة من الشرك لا يثبت. هي براءة من الشرك في نفسها، لكن قراءتها براءة من الشرك عند النوم لا يثبت. جزاك الله خيرا شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا سيدنا؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الله يكرمك يا سيدنا، الله يبارك فيك يا عم الشيخ مصطفى. وياك. ممكن سؤال؟ ممكن.
الله يكرمك. حضرتك انا اعمل امام وخطيب في وزاره الاوقاف المصريه، وانا بفضل الله عز وجل اصلي الصلاه الخمس كامله في المسجد، وارقي درس كل يوم بفضل الله عز وجل مع خطبه الجمعه طبعا. طيب. لكن يعني مطلوب منا في العمل ان احنا نمكث في المسجد من العصر الى العشاء، ما مجرد مكث فقط يعني. أنا لا أمكث لكن أؤدي الفرائض وأؤدي الدروس التي وجبت علي، فهل علي يعني وزر بهذا أو لا؟ يعني هم يلزمونك بالبقاء في المسجد من العصر إلى العشاء. نعم نعم، كقانون يعني. أيوة نعم. أي نعم، قانون العمل يلزمك بالبقاء في المسجد من العصر إلى العشاء. نعم، والمطلوب منا أداء قانونا أداء العصر والمغرب والعشاء جماعة بالناس فقط، لكن أنا أصلي بفضل الله عز وجل كل الصلوات حتى في أيام الأجازات باعتبار أنها فرض واجب علي أصلا يعني من قبل الله عز وجل. بس أنا بسألك سؤال يعني، بس أنت بتستعجل. تفضل. يعني أين العمل يطلب منك البقاء في المسجد من العصر إلى العشاء؟ أي نعم، حتى ولو لم أعمل شيئا في حتى المسجد. ولو لم تعمل شيئا. نعم. أولا هذا فيه معصية أو فيه أجر وثواب؟ أكيد أجر وثواب. أجر وثواب. فإذا عقد العمل بيني وبين الوزارة يلزمني بشيء حلال وفيه أجر وثواب لي، وقد يأتي شخص يستفتيني وأنا في المسجد باعتباري إمام. أي نعم. إذن يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. أي نعم. نعم يا سيدي. الله يسلمك. ممكن سؤال آخر؟ تفضل. أنا واجهتني مشكلة يا سيدنا، وهي أنني اكتشفت أن بعض الأوساخ تكونت في سرتي من زمان، يعني من فترة، وأنا كنت أظن أنها هي والجسد شيء واحد ككتلة واحدة يعني. وبعد أن تبين بعد فترة من الزمان، بعد سنين مرور سنين من الزمان، تبين أنها قد يعني تنخلع من الجسد بعد حكها لا شيء عليك فيما مضى وأزل فيما هو آت. أحمد سمير بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا استسمح حضرتك بسؤال. اتفضل. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن لا يموتون فيها إلا الموتة الأولى، في حين في سورة الزمر ربنا بيقول أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. أيوه. يعني هل هناك تعارض ما بين الآيتين؟ يعني هنا لا يموتون فيها الموتة الأولى، الموتة الأولى بدي موتة واحدة، لا الموتة الأولى التي ماتوها في الدنيا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ أموات لا شيء لا تذكروا قبل خلقنا وخروجنا إلى الدنيا كنا شيء غير مذكور. نعم. فسميت موتة، سميت موتة، ثم أحياكم بولادكم ولادتكم ثم يميتكم، هذه هي الموتى الأولى. هذه الموتى الأولى المعنية بقوله تعالى لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتى الأولى. تفضل. هي هنا ما فيش تعارض. لا تعارض أبدا، كتاب الله اطمئن يا أخي. شوف جزاك الله خيرا. الله يكرمك. اطمئن وليطمئن إخوانك، كتاب الله ليس بين آياته أي تعارض، نحن نتهم أنفسنا إذا لم نفهم. نعم. لأن الله قال في كتابه الكريم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنا أتهم. نعم. نفسي وأتهم نفسي بالغباء، لكن كتاب الله لا يتهم أبدا. أتهم نفسي بعدم الفهم، لكن كتاب الله لا يتهم أبدا. نعم. شكرا. شماء سعد بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. اتفضل. الله يغفر لي ولك يا رب. كيف حالك؟ طيب والحمد لله. دخلت المسجد فكبرت مصليا تحية المسجد. دخلت المسجد في ايه؟ كبرت وصليت بنية تحية المسجد. صليت بنية تحية المسجد، نعم. ثم حولت النية لصلاة الضحى، عشان ما كنت صلاة الضحى فحولت النية لصلاة الضحى. ما في مش ما في مشكلة، حتى لو لم تحولها إلى هي في صلاة في الضحى ما فيها مشكلة أبدا. نفل مع نفل. لكن السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا شيخنا الحبيب. الله يبارك فيكم. سؤال لو تكرمت حضرتك. اتفضل. السؤال هو حضرتك، أنا كنت سألت حضرتك قبل كده بس يعني هسأل حاجة تانية يعني متصلة بيه. المهم حضرتك، أنا موظف وفي حاجات حضرتك بنخصمها من راتبي كل شهر، الحاجات اللي هي ما بتتخصمش مني بسبب تأخير أو كذا أو كذا، اللي هي ما بتتخصمش من الشغل، فأنا بخصمها من نفسي وبجنبها على جنب كده لأن معرفش أردها للشغل، فبجيب بيع حاجات أدوات وحاجات خاصة للشغل يعني. ده قطاع. طيب انت كده موفق، الله يزيدك توفيق. طيب السؤال هنا يا شيخنا بقى، طبعا على مدى سنوات يعني تحوش معايا مبلغ معين وانا حاطه لوحده منعزل عن مصاريفي خالص، على اساس ايه بجيب منه حاجات خاصة للشغل فقط. طيب السؤال هنا، هل يجوز لي في ان في بعض الشهور مثلا لو اتزنكت او كده، هل يجوز لي ان اقترض منه قرض على سبيل القرض ان انا بعد كده ارده؟ لا لا لا, لا 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 لا، نجلك عن هذا، الله يستر عليك. أنت لا يجوز. لا يجوز، لا يجوز. انت قلت هذا المال خاص بالشغل. ايوه. والحمد لله ان الله سبحانه وتعالى رزقك الورع. نعم. ورزقك العفاف. الله يكرمك. الله يزيدك عفافا ورعا. فاجعل هذا المال، لاننا لا ندري، لا نستطيع التحكم في انفسنا. نعم. لا نستطيع ان نتحكم في انفسنا. بارك الله أيوة. فيك. شكرا يا شيخ. الله يكرمك. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجهري. السلام عليكم وحفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، كيف حالك؟ طيب والحمد لله. الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ، احنا هون في أستراليا ما عندنا مجازات في القرآن الكريم، أخوات مجازات في القرآن الكريم. الحمد لله. بحثت كثير عن أخت نقدر نقرأ عندها أنا وبنتي، ولكن ما قدرنا يعني نلاقي ولا أخت هون مجازة بالقرآن الكريم. فهل يجوز أن نقرأ على شيخ؟ أنت وزوجك معا، كلاكما مع بعضكما أثناء القراءة ولا في؟ أنا وبنتي. كم عمرك وكم عمر ابنتك؟ أنا عمري 49 سنة وبنتي 18. والشيخ كم؟ الشيخ عمره تقريبا 55 ولا ما بعرف يعني هيك. لا يا هذا فتنة، هذه فتنة. نعم. الله يبارك فيك. زوجك معك لا بأس. الله يبارك فيك. زوجي معي لا بأس. أي زوجك معك أثناء القراءة لا بأس. طيب إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا أخي إبراهيم بن رمزي. حفظك الله يا سيد الشرقاوي، الله يوفقك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. تفضل. الشيخ مصطفى الجهري. مصطفى العدوي. نعم اخوك مصطفى العدوي. تفضل. الان يا شيخنا انا اريد طلب العلم. الحمد لله. ولكن المشكله انني لا افهم يعني تعابير اللغه العربيه مثل الكتب يعني. يعني شوي شوي ان شاء الله باذنك يا ربي ستتاتى ان شاء الله باذن انا الله. استمعت الكلام حضرتك، وكنت حضرتك قلت يعني انت تسمع كتاب رياض، تقرا كتاب رياض الصالحين، ولكن يعني انا بحاول اقرا بس الالفاظ غليظه عليا. لا الالفاظ مش غليظه، لا عفوا، ما في اسهل من كلام الله وكلام رسوله. يعني على سبيل المثال، مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. الكلام ده انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ لا فاهمه. فاهمه بس تفضل. يعني في احاديث تانية بتبقى مثلا طويلة شوية. احاديث طويلة هنفهمها شوية شوية باذن الله. الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا.
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فنحن نتعلم شوية شوية بإذن الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. طيب معلش يا شيخنا سؤال ثاني. اتفضل. الآن أنا مثلا طالب في الثانوي، وأحيانا يكون مواقيت الدروس معارضة لمواقيت الصلاة. كلم الأستاذ اللي درسك، قل يا أستاذ اتق الله فينا شوية، خاف الله شوية يا أستاذ، يا معلم، يا من تعطي دروس خصوصية، لا تستحب العاجلة على الآجلة، لا تستحب الأولى على الآخرة، اتق الله فينا واضبط مواعيد الدروس مع الصلوات. ونحن نهيب بالمدرسين الأفاضل الكرام أهل الإيمان أهل التقى أن يجعلوا وقت الصلاة لا يتعارض مع وقت الدروس. الصلاة صلاة الأصل يحافظ عليها، صلاة الأصل يحافظ عليها حتى يبارك لهم في قرشهم وفي أموالهم وفي أهليهم. يعني ممكن يجمع فلوس على حساب دين وينفقها في السرطان والعياذ بالله، وابنه العاق يتناول بها المخدرات. فنهيب بالأفاضل من المدرسين وفقهم الله لكل خير أن يجعلوا الصلاة الأصل والدروس تبع، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. بارك الله فيكم، بارك الله فيك يا أستاذ سعد السويدي وحفظك. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا أختي. كيف يا شيخنا؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخنا، أنا حامل في بنتي وكده، وعايزة أسمي يعني يقين. يقين؟ هل يجوز الاسم ولا إيه؟ والله يعني لا أستحبه للبنات لأنه مشتبه، هل هو ولد ولا بنت. وبعدها أحيانا يعني الأسماء الأخر، يعني اليقين ممكن يطلق على الموت أحيانا كما لا أخفى عليك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت. فأنا أنصحك بأن تسميها اسما غير يقين. يقين يعني الله يسلمك، سميها اسم طيب. دعنا يا شيخنا. الله يوفقنا وإياك، وأنت دعنا للمسلمين والمسلمات. بارك الله فيك، سعليك الساعة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال يا شيخ؟ ممكن إن شاء الله. أنا جدي ولد أمي. جدي هو الصح، استنى صبرا كده، الصح جدي أو جدي؟ جدي هلا صح. جدي نعم توفي من 20 سنة. الله، قل الله يرحمه، تاخذي أجر وثواب. وبعد قبل ما يموت باع البيت لاخوالي، يعني بعقد يعني بيع وشري، وهو لم ياخذ شيئا. لا هو كتبه لهم يعني. ايوه لم ياخذ شيئا. لا ووصى اخوالي ان كل واحد عليه 5000 جنيه لاخته يعني. وكل واحد كان نصيبه كم؟ الولد اعطى كل واحد كم؟ هو ادالهم البيت. ايوه البيت بكام يعني؟ كنا نصيب كل واحد فيه كام؟ البيت هم لسه بايعينه قريب يعني اليومين دول ب 2 مليون ونص. والكل بنت 5000 جنيه. جد جائر. وبعدين هم اصلا ما ادوش حقوقهم غير تقريبا من 10 15 سنة لما جم يوزعوا بقى على النهاية يعني. النهاية يعني اخوالك الان بهذه الطريقة. بنتي يعني رفضت ان هي تاخد ال 5000 جنيه. ايوه الله يكرمك. قالت لهم يعني ده مش حقي. فبعدين لما هم باعوا البيت بقى جت تطالبهم بحقها على اساس ان هم ممكن يرفعوا لها ال 5000 جنيه شوية. رفضوا. قالوا لها ان انت حقك 5000 جنيه ووالدك ما قايل ان كل واحدة لها 5000 جنيه. هل اخوالك كانوا يشتغلون مع الجد وجمعوا له هذه الثروة؟
هم هو تقريبا يعني يعتبر هم اللي بنين البيت يعني هو طيب اختلفت المسألة كده، اختلفت المسألة، يغفر الله لنا ولك. لازم القضية تنظر عن قرب يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سيدنا؟ بخير والحمد لله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ بحبك في الله والله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا الحبيب، عندي طلب يعني أتمنى تساعدني فيه. أنا مقيم في الرياض، وكنت لما كنت في مصر قبل ما أسافر كنت الحمد لله بحفظ قرآن وكنت بقيم في المسجد وكده، وأنا هنا عندي وقت كتير فاضي بعد شغلي، فحاولت أتواصل مع حضرتك كتير على الصف عشان أعرف إن المسائل دي حضرتك بتحبها على الصف. يساعدني هنا ان انا اوصل لاي حد حفظ قران، انا في الرياض السعوديه، او لو في مسجد مثلا اصلي فيه في او اتعلم انا علوم القران، لان انا عندي وقت ومش عايز العمر يضيع مني كده. يعني انت تطلب عفوا بس كن مركز معي، انت تطلب وظيفه معلم قران في مسجد في وقت فراغك؟ ايوه لو حاجه زي كده. ايوه تعليم القران. ايوه والله يعني تواصل معي على الخاص لعلنا ننظر. طيب اكلم حضرتك انت لان حاولت كتير في اوقات مختلفه. والله العذر عندي بس في مشكله الاتصال، ان شركه الفودافون في منطقتنا سيئه. انا عارف والله. فنستطيع ان نتكلم لما نخرج برا شويه، نحاول جاهدين ان نتصل بالناس. يوم معين مثلا حضرتك بتبقى برا اكلمك فيه يعني في يوم معين؟ في يوم معين؟ يعني في يوم حضرتك بتبقى موجود برا البلد؟ لا يعني اي يوم ان شاء الله رساله باذن الله، يعني كنت في مناطق فسيحة شوية بإذن الله الخطوط تشتغل. رسالة بس الله يسلمك. طيب أبعث لحضرتك أكتب إيه في الرسالة؟ رسالة محفظ. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. فضيلة الشيخ، كيف يجمع الإنسان في قلبه بين حسن الظن بالله وعدم الأمن من مكر الله؟ ما هو حالنا لازم يكون كده على طول، حالنا إلى أن نموت يجب أن يكون بهذه الطريقة. لأن الله قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فإحنا ندعو الله سبحانه وتعالى طمعانين أو طامعين فيما عنده من الفضل، خايفين من عذابه. نعم. هذه الحال ينبغي أن تصاحبنا، ادعو ربكم تضرعا وخفية، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وفي حديث كان في سنده مقال يسير أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد شابا من الأنصار قال كيف تجدك؟ قال يا رسول الله أرجو وأخاف، أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي. قال ما اجتمع في قلبي شخص في هذا المقام إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه الله من الذي يخاف. وفي الحديث الآخر لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما يئس من جنته أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقاب ما طمع في جنته أحد. فدائما وأبدا نحن نعبد الله كذا، يدعوننا رغبا ورهبا. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا، أي يعملون ما عملوا من الصالحات، وقلوبهم وجلة أي خائفة من لقاء الله أنهم إلى ربهم راجعون. ويروى عن عائشة بسند فيه مقال يسير أنها سألت الرسول عن هذه الآية، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا، يا رسول الله هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن يعاقب، عفوا هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف
ألا يقبل منه، والله أعلم. جزاك الله خير. أياك أهلين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. الحمد لله، تفضل حبيبي. كيف يعني يزيد الإيمان؟ إيه؟ تزود الإيمان. كيف نزيد الإيمان؟ أولا نسأل الله زيادته، اللهم زدنا هدى وزدنا إيمانا. ثانيا الإيمان له شعب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء، شعبة من الإيمان. فإذا من هذه الشعب شعب مختصة باللسان، شعب مختصة بالجوارح الأيدي والأرجل، شعب مختصة بالقلب، ده إجمالا. الشعب المختصة باللسان الإكثار من ذكر الله، الإكثار من الاستغفار، الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قول المعروف، النصائح لوجه الله، حفظ اللسان من الموبقات، إلى غير ذلك من الأعمال الطيبة التي كلف بها اللسان من أعمال الجوارح، صلاة، صيام، نحو ذلك. من أعمال القلوب أجتهد لتنقية قلبي من نزغات الشياطين ومن الغل والحسد للمؤمنين والمؤمنات، وأجتهد أن أحب لأخي ما أحب لنفسي، وأن يكون حب الله ورسوله هكذا. فأستكمل الشعب شعبة بعد شعب. يعني مثلا إماطة الأذى عن الطريق، علىها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أميط الأذى عن الطريق، دخلت في الإيمان وازددت إيمانا. إطعام الطعام من الإيمان، أطعم الطعام يزداد إيماني. فهمت؟ جزاكم الله خيرا مولانا. وإياك الله يحفظكم. يا الباشق الجريء، وضح لنا شيئا من معنى الباشق لعلك تقصد شيئا آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سل يا حبيبي. ويا شيخ، بالنسبة للخفين والجوربين، هل يجوز أن ألبسهم أكثر من يوم؟ أكثر من يوم؟ ما يجوز ألبسهم كل يوم، لكن أنت تسأل عن الوضوء، المسح عليهما. الخفان الجوربان، الخفان أولا يمسح عليهما الشخص يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا. هذا الرأي الذي عليه الجمهور، يوم وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا. أما الجارب ففيه الخلاف القائم، فإذا اخترت المسح فنفس حكم الجارب في الزمن، والله أعلم. السلام عليكم. يا شيخ، أنا قربت أولد، وكل ما أجي أشتري هدوم ألاقيها فيها رسومات ذات أرواح للكرتون، فهل يجوز؟ يعني ما فيش ملابس حوامل يا مسلمة إلا فيها صور. يا مسلمة الدنيا مليانة بحاس شوية، لا حاجة غريبة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله انا طيب وبخير الحمد لله. ربنا يبارك فيك. معلش انا عندي يعني سؤالين هختصهم. السؤال بالنسبة للسنة القبلية بتاعت العصر والسنة القبلية بتاعت المغرب والعشاء، لو هما خيطوني ما لحقتش اصليهم قبل الصلاة، هل ينفع عقدهم بعد الصلاة؟ ما حكم قضائهم يعني؟ لا بأس لا بأس. لا بأس. طب جزاك يعني أربع ركعات العصر ممكن أصليهم بعد العصر، صح؟ أنا بسأل بس. إيه؟ يعني الأربع ركعات اللي قبل العصر ممكن أصليهم بعد العصر؟ هل يمكن ولا؟ ألو الشبكة راحت. ألو؟ لا لا مش راحت. الحمد لله والصلاة والسلام على الله. طيب في اصبر انت خدت اجابة السؤال الاول حتى تاخذ. اتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على الله. بعد اتجاه لبعض العلماء انه يجوز لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، من نام عن صلاة او نسيها فصلاتها حين يذكرها، على العموم. ومن اهل العلم من كره ذلك لانها ليست سنة راتبة،
نعم. فقال لا تصلى بعد العصر، صلي بعد. اخر سؤال، لو انا بس عليا صلوات كنت سننصحك نصيحه لله، انصحك نصيحه لله. اتفضل. لا تكن عجولا، يعني مش يعني تأنى حتى تسمع وتستفيد او تستدرك. جزاكم الله خير، ربنا يبارك. اتفضل يا ريس. الله يبارك لك. لو عندي صلوات قديمه وهل اقضيها بالسنن بتاعتها ولا لا؟ بس الأول تقدم عليك الفرض، وبعدين نقول لك الله يعينك وتقدم النفل أيضا. الله يجزيك خير، جزاكم الله خير. يا أمينة عبد الجليل، حتى يا أمينة بنت عبد الجليل إذا بحثت عن ثياب أطفال ستجد ثياب أطفال بدون صور موجود، يعني كل شيء موجود. حتى يا آسيا لو تجد ثياب أطفال بدون صور. الحمد لله. ونهيب بالمصنعين والمستوردين أن يعملوا ثيابا منضبطة شرعا ليس فيها ذوات أرواح إلا رغما في ثوب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. الله, الله يبارك فيك. في من أخوة اختلفوا في السؤال. طيب. أحدهم يقول أن الحي ممكن يستفاد من الميت بعد موته. يعني الميت صبرا صبرا بس صبرا بس صبرا يا اخي اصبر يا اخي يا اخي اصبر علينا اصبر. يعني انت تقول ان الحي قد يستفيد من الميت بعد موته يوم القيامه يعني في الشفاعه ولا بعد ما لا ده بقول في الدنيا هنا. ما هو ذلك اذا الميت ترك علما ننتفع به سيكون علم ينتفع به، لكن يعمل لك ايه؟ يموت المرء وقد عمل الا من سنه فرقه الجريئه وعلمه ينتفع به اول من صلح يده ولا؟ ماشي. لا هو بيستدل الاخ اللي بيقول بيستدل. ايوه ان سيدنا موسى قال للنبي محمد عليه الصلاه والسلام ارجع فاسال ربك التخفيف. مش إن مش الم ترى ان الله احيا موسى للنبي عليه الصلاه والسلام؟ عليه الصلاه والسلام، يبقى دي خاصيه بالانبياء. طبعا. يعني ملهاش دعوه بالضيق. ما هو ده الشرك كده، الشرك بيتاتى ازاي يا اخي الكريم؟ ان الناس تاخذ الشيء المتشابه ويجعلونه اصلا يدفعون به المحكمات. ان احنا عليه بمثل هذا. الله يقول في كتابه الكريم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. الهم ارجل يمشون بها؟ ام لهم ايد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ إنها لا تعمل قلوب، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي يفسرون. ماشي يا حبيبي. المقاطعون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباحك يا شيخ. طيب والحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. صباح الشيخنا عندي سؤال. اتفضل اسأل. شروط التقدم للإمامة يا شيخنا، الأفضل كبير السن ولا اللي حافظ أكتر ولا اللي حافظ صح؟ بس هو سنه صغير في نفس الوقت، فمين الأولى بالإمامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أقرأهم؟ لكتاب الله. فإن كانوا فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة الحديث. أما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وليأمكم أكبركم، لأنهم كانوا في درجة متساوية من الحفظ، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب حضرتك سيدي. طيب ولله الحمد. الحمد لله، ربنا يجمعنا بك في الجنة، اللهم آمين يا رب. في الفردوس جميعا يا رب. أولا البقاء لله يعني وعزيز ليك سيدنا. الله يوفقنا وإياكم يا رب. اللهم آمين. ولو سمحت بس أنا عايز نصيحة، أنا مثلا نفسي أطلب العلم، مش عارف أبدأ إزاي وأبدأ منين. ابدأ بكتاب الله وثني بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كتاب تنصحني فيه أو القرآن.
وتفسير مختصر له وسنة الرسول من كتاب مثل رياض الصالحين شيء مبدئي، وبعد العقيدة علم العقيدة يكتب في العقيدة سهل. وياكم تطهر الاعتقاد عن أذان الإلحاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كنت اتصلت كده يا شيخ من كام يوم كده، كنت سألت بخصوص ان يعني لو خصوص ان انا حكم اني اكل من مطاعم ممكن تكون بتجيب لحوم مستوردة وكده، وقلت لي ان في مسألة اللحوم لازم يعني تتحرر الموضوع كويس يعني. طيب. فأنا كنت سألت يعني سألت ثلاث شيوخ من الأزهر وأكدوا لي الثلاثة ان بيبقى في لجنة يعني بتراقب الموضوع ده بشكل مخبب يعني. واحد منهم حتى يعني قال لي ان هو يعرف شخص يعني ناس معينة من اللجنة دي نفسه يعني. هل كده ده يبرئ ذمتي يعني ولا ايه؟ والله كل من قال قولا سيتحمله امام الله، بس ما استطيع اقول الا ذلك. اذا كان موثوقا عندك ودينا عندك وكلامه ثقة ابن على كلامه. ما ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله بارك الله فيك يا شيخ، اخبارك ايه؟ الحمد لله انا بخير. في يا شيخ يعني مشكله كده، يعني في واحد بيتابعكم وهو اخ فاضل لي يعني كان طلع منه صدر منه يعني بعض الكلمات في سياق الهزار يعني لما كنا بنذاكر وكده، يقول لي انت دحيح وانت هتعمل وهتعمل انت ايه يعني درجات عاليه يعني. فهو كان بيقولها في سياق الهزار. بقول لك ايه؟ بعد كده حالي بقى اسوأ وما بقتش بعرف اركز ولا ذاكر ولا بتاع. حسدك يعني؟ حسدك. فهو اصابك بالعين بس يعني، وزعل ومتضايق جدا وقلبه شايل مني حتى، واهله حتى اشاروا عليه ان هو ما يكلمنيش تاني يعني. عفوا، هو كان يقول لي ايه؟ انت ايه؟ كان يقول بعض الكلمات يقول لي انت دحيح وانت هتبقى معيد في الجامعه وهتعمل ومش عارف ايه بهزار. طيب، وكل الطلبه بيقولوا لبعض كده. زعل. ها؟ طلبت منه فضل وضوءه وزعل. ايوه، طلبت منه فضل وضوئه وحزن. وغلطان، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول العين حق واذا استغسلتم فاغتسلوا. هو اداني الفضل الوضوء يا شيخ، بس هو زعل واتضايق مني يعني مش عايز يكلمني تاني. لا قل له معلش، ده حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام، ينبغي ان لا تغضب من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. شكرا. إذا استغسلتم فاغتسلوا. بهذا القدر أجتزئ حمدا لله مصليا وسلما على رسول الله. صلاة ربي وسلامه على النبي محمد وآله، حمدا لله شاكرا لأنعمه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا.
اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وادخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين. يا خير الرازقين ارزقنا، يا خير الغافرين اغفر لنا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير الفاتحين افتح علينا، يا خير حافظا، يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا، يا ذا الفواضل، يا ذا المعارج، يا ذا الجلال والإكرام ارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخلق الحسن والقول الطيب والعمل الصالح والنوايا الخالصة لوجهك يا كريم. نسألك أن تخلص نوايانا، نسألك يا ربنا أن تسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين. أسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، ويا ربنا كلنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. رضينا بك وليا فتولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم دبر لنا أمرنا، أنت تدبر الأمر من السماء إلى الأرض. خير لنا واختر لنا، فإنا لا نحسن التدبير ولا نحسن الاختيار، لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. اللهم يا رب احشرنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم من علينا بالسمع والطاعة لك وبسمع أزواجنا وذريتنا لك، من علينا وعلى أزواجنا وذريتنا بأن تجعلنا سامعين مطيعين لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك، وشرفنا بالتجند لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم شرفنا بالتجند لنصرة دينك يا رب العالمين، وشرفنا بالدعوة إليك يا رب حتى الممات. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. نعوذ بك من ذلك أجمع يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن، ونعوذ بك من التردي والهدم، ونعوذ بك يا رب أن نظلم أو نظلم أو نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبك من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء. اللهم من علينا بالتوبة النصوح ومغفرة الذنوب، ومن علينا يا ربنا بالرزق الحلال الواسع الطيب، وبارك لنا فيه
وسلطنا على هلكته في الحق يا رب العالمين. أمن علينا بصلاحنا وصلاح أزواجنا وذرياتنا، أمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليك يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، انصرهم يا ربي بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.